السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول لكم النهاردة مشروب جميل جدا تشربوه على الصبح، يديكم نشاط وقوة وحيوية، وكمان مطهر قوي للفم وبيقتل الميكروبات الضارة في الفم، فبيقلل من تسوس الأسنان، الميكروبات الضارة اللي بتسوس الأسنان. المشروب ده بيقلل تسوس الأسنان. أول حاجة هنعمله مع الشاي أو مع الجنزبيل أو مع أي حاجة تحبوها، طبعا انتوا عارفينه اللي هو الحبان، تمام. أنا بشتري الشوادون، بشتريهم بخمسة جنيه من العطار من المنطقة اللي أنا ساكنة فيها، يعني مش غالي. ده بيقعد أسبوع تقريبا، الكمية دي تقعد معانا أسبوع وأكتر، تمام. لو طحناها هو زيوت الطيارة بتروح والريحة بتاعته بتخلص. طبعا بنحفظه في أي حاجة، دي كانت بتاعة دواء استعملتها في حفظ الايه، حفظ الحبان. وتقدر ايه تحافظ على ريحته، ممكن حتى لو انا طحنته لازم احطه في حاجه زي كده عشان يحفظ الايه، الزيوت الطياره ما تروحش، زيوت الطياره ما تروحش، مهم جدا. الحبان ريحته بتروح خالص لما نعرضه للهواء. احسن حاجه نعمله طازه، هنمسك واحده او اتنين او ثلاثه زي ما انتوا عايزين، وبايد الهون كده، ايد هون خشبه، و هضغط مش هدق الشاي. اعمل واحدة اتنين تلاتة على حسب ما انا عايزة. بس دقة بسيطة كده علشان احنا الصبح طبعا ما ينفعش ايه ندق، فايه دقة بسيطة كده واهو فتح بقى زي الفل. هنحطه كده مع الشاي، والشاي بقى على حسب التقل اللي انتوا عايزينه، انا بحبه خفيف، تمام. وكده كده بقى عندي مشروب صحي جميل مقاوم لتسوس الأسنان، منشط قوي جدا، منشط قوي جدا للجسم وللهرمونات، هرمونات أي نوع من أنواع الهرمون. الله أكبر، جميل جدا، الريحة زكية.